المشاهدين، صباح الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا. النهارده حابين نتكلم عن موضوع مهم جدا وحابين نسلط الضوء عليه، التفكك الاسري. التفكك الاسري بقى من اصعب المشكلات الموجوده في مجتمعنا، وهي بدايه لتغير حاجات كتير. احنا بقينا قاعدين مع بعض ومش فاهمين بعض، بقينا قاعدين كل واحد فينا ماسك التليفون، احنا مبقيناش عارفين نتجمع 3 دقايق مع بعض. بس النهارده هنحاول نوصل لنتائج والاسباب والحلول. صباح الخير يا روان. صباح الخير يا رحمه. صباح الخير. صباح الخير. هنتناقش النهارده عن انواع التفكك الاسري. اول نوع هو المباشر. المباشر يعني ان الزوج والزوجه حصل بينهم خلاف بسبب عدم الاهتمام بالاطفال والاهمال بيهم. احيانا الام والاب مش بيعبروا بالحنان بمشاعرهم لاولادهم، يعني مثلا يجيبوا كده قدامهم ويقول له انت عامل ايه النهارده، عملت ايه في يومك، انت كويس. دايما بيعبروا بطريقه ماديه، زي مثلا انا جبت لك كذا، جبت لك كوتشي بكذا، عملت لك كذا وكذا وكذا. مفيش تعبير بالحنان بمشاعرهم، وكأن الحنان مكسور. برضو لازم يكون في بين الزوجين مودة ورحمة، لأنها برضو بتنعكس على الأطفال. بس أنا بسنت عندي حاجة، مش بتنعكس على الأطفال بس، دي كمان بتنعكس على المجتمع. يعني أثر التفكك الأسري على المجتمع ده بيمنع المودة والرحمة والتسامح والأخوة بين الناس، وكمان بيولد إحباط شديد جدا في نفوس الناس. يعني بيلجأوا بقى اللي هم يوجهوا اللوم للمجتمع مش لنفسهم. بالظبط. وكمان من أسباب التفكك الأسري إن يكون مثلا الأب حاضر غايب، ان هو يكون منهك في العمل، وان هو عشان يسد احتياجات اسرته انه يضطر يشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، وطبعا مش بيدي وقت ان هو لعياله او ان هو يعرف عنهم اي حاجه. ده طبعا بيأثر عليهم، ان هو بيكون محتاجين الحنان من الاب والام. وكمان ممكن الوضع الاقتصادي بيأثر جدا في الاسره، يعني مثلا هو لو كان فقير فبيضطر يشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، ولو غني ساعات بيكون بيقعد مع اصحابه، والاثنين بيكون مش فاضيين ان هم يقعدوا مع عيالهم. بس انا عندي حاجه رحمه، يعني مش كل حاجه الفلوس، او مش كل حاجه ان انا ممكن ابقى فقير بس اعيشهم احسن عيشه واحسسهم بالاحتواء الاهل. بس ايوه الاهم من كل ده ان يكون روحهم كويسه، يعني لازم يكون في تواصل ما بينهم، مش لازم كل حاجه تبقى ماديات، المهم ان انا اكون قاعد فاهماه، بتكلم بحكي له عن يومي، بحكي له عن تفاصيل حياتي، مش لازم كل حاجه تبقى ماديات. ايوه زي ما بسنت قالت، لازم يعبروا بمشاعرهم مش بالماديات. برضو احيانا الزوج بيخجل يعبر بمشاعره لزوجته قدام اطفالهم، يعني مثلا يقول لها كلمه كويسه، يقول لها كلمه حلوه، لكن برضو ما بيخجلش خالص ان هو مثلا يمد ايده على زوجته قدام اولاده او يضربها. ايوه بالظبط كده. وكمان وجود ان الام تكون حاضره غايبه، تكون مش عارفه توفق ما بين شغلها ما بين عيالها ما بين زوجها. وشفنا في اغلب المجتمعات ان المربيه ليها دور كبير جدا، ان هي اللي بتقدم الطعام للزوج وهي اللي بتراعي الاولاد. حاجه في اغلب المجتمعات ليه نجح دور المربيه، مش في كل المجتمعات فشل دور المربيه. ايوه، لان بيكون في مبادئ، الزوج والزوجة عارفين حقوقهم وواجباتهم، الزوج عارف ان الزوجة بتعرف توفق ما بين شغلها، وان في مربية، في دين، في عارفين هم عليهم ايه وهيعملوا ايه. بس هو نجح عشان احنا اللي وفرنا لهم ده، احنا بقينا الاب مشغول في شغله والام مشغولة في حاجاتها، مش بقينا فاضيين للولاد نربيهم او نهتم بيهم، فالمربية اخدت وضع كبير في الحوار ده. فده مش هينفع، المفروض في دور على الاب وفي دور على الام، المفروض نهتم بالاولاد ونهتم بيهم ونقدم لهم حاجات عشان يحسوا بوجودهم، ما يبتدوش يتجهوا بره ويعملوا حاجات مش مشروعه. ايوه كمان ان هم يكون يحسوا ان هم محتارين، بيكون في صراع الادوار، لا انا الراجل، لا انا الست، لا انا اللي هاخد القرار. طبعا بيكون كانهم ما بين حزبين، مش عارف الابن اللي هو يعمل اسمه كمان. لازم الام مثلا تحبب اولادها في ابوهم او العكس، يعني المفروض يحببوهم في بعض، مش يكرهوا طرف يكره التاني في الطرف التاني، لازم يحببوا بعض. برضه لازم يستحملوا بعض، يعني مثلا لو الزوج حالته الماديه مش حلوه او مش في احسن حال، يعني الزوجه ما تروحش تقول له لا انا عايزه كذا وكذا وكذا، ويعني وتضغط عليه. مثلا لازم يراعوا شعور بعض ويستحملوا بعض. بالظبط، يعني زي ما قلنا في الاول ان مش كل حاجه ماديات، لا لازم يكون في تواصل ما بينهم عشان يبقوا فاهمين بعض، عارفين يتواصلوا مع بعض. ده اهم من الماديات بكتير، لازم يكون في قعده في الاسره، يتجمعوا بالليل يتكلموا سوا، ولغة حوار ما بينهم، يكون في يوم يقعدوا يتكلموا فيه، يناقشوا المشاكل،
الحاجات دي كلها. والنهارده هتكلم عن اثار التفكك الاسري على الابناء، ان دايما الابناء هم ضحايا التفكك الاسري وسوء العلاقات بين الزوج والزوجه بسبب عدم الشعور بالامن او الاستقرار داخل الاسره، ويلجا الاطفال لكل عمل غير مشروع فيه. واغلب اولاد يعني اولاد الشوارع هم سببهم ضحايا، هم ضحايا التفكك الاسري. وثلاث ارباع اولاد الشوارع من اسر مفككه، واثبتت الدراسات ان الظاهره كترت جدا في الايام ديت. ويشعر الاطفال بان الاهل قد دمروا حياتهم بسبب الطلاق او مثلا بسبب سوء العلاقه بين الزوج والزوجه. لازم برضو الام والاب يصاحبوا اولادهم عشان يروحوا يحكي لهم كل حاجه، اي مشكله يقعوا فيهم يروحوا يحكي لهم كل حاجه وما يلجؤوش لاي حاجه بره. ايوه مثلا زي وجود المربيه، انا مش هقدر اروح احكي للمربيه مشكله واجهتني، دور الام مهم جدا في الموضوع ده. كمان السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا في التفكك الاسري، كلنا شفنا كده صح. انا موافقاك يا رحمه جدا على القرار دوت، لان في اغلب البيوت دلوقتي كل واحد بيبقى ماسك موبايله او ماسك يقعد على الواتساب او الفيس او ايا كان الابلكيشن، بس كل واحد ما بناش نعرف نقعد حتى مع بعض يعني وقته صغير، كل واحد قاعد على الموبايل حتى لو متجمعين كلنا بس كل واحد ماسك موبايله لوحده. كمان شفنا برضو ان اسمه ايه ده، لما بنكون مثلا متجمعين في بيت عيله كل واحد بيكون مش عارف ان هو، كل واحد شايف ان الموبايل هو اهم حاجه، مش عايز يتكلم، ممكن يتكلم لكن متجاهل برضو الكلام. وده طبعا يعني لازم نحاول ان احنا نقلل من السوشيال ميديا في حياتنا. وشفنا برضو قد ايه اللعب والحاجات دي كترت جدا وبنقضي عليها اوقات كتير، بس نقدر نستفيد جدا من السوشيال ميديا في حاجات كتير جدا. وطب انتوا برايكم مثلا ايه الحلول اللي ممكن نواجه بيها التفكك الاسري؟ انا شايفه ان الاب والام لازم يكونوا بيعملوا علاقات كويسه مع الاولاد عشان يعرفوا يفهموا بعض ويتكلموا مع بعض. يعني الاولاد يخصصوا وقت يحكوا عن تفاصيل يومهم او مشكلاتهم عشان يبقى في حوار ما بين الاسره وما بين الاولاد. ممكن كمان يبقى يحضروا ندوات اللي هي الدورات المجانيه دي، بتبقى متاحه دلوقتي في كل الاماكن. كمان ممكن يقروا كتب، ده بقى متاح اكتر من الدورات المجانيه، بقى سهل قوي ان الناس تقرا، وبقى 3 ارباع الناس دلوقتي عندهم القرايه سهله جدا. ولازم كمان الام تصاحب اولادها وتعرف تفاصيل يومهم وتعرف هما بيعملوا ايه وتشوفهم هما متمسك موبايلهم. مش بقول ان هو يعني تبقى ما عندهاش ثقه في اولادها، لا تبقى عندها ثقه بس تبقى عارفه هما بيعملوا ايه، ما تبقاش سايباهم كده وليه معاد وليها معاد وكل حاجه بيها وقت او معاد. لازم برضو يحاولوا يشاركوا بعض في كل حاجه، يعني مثلا يستنوا بعض على الغداء، يتعشوا كلهم مع بعض، يعني كلهم يقربوا من بعض عشان ما يبقاش في بينهم جفاف كده في المشاعر، ويعني كل واحد يبقى واخد جنب لوحده. احيانا بعض البيوت دلوقتي كل واحد قاعد في الموبايل، ماسك الموبايل قاعد في اوضته وكل واحد مع نفسه وبياكل، كل واحد بياكل لوحده. مثلا لو الزوج في الشغل او حاجه مش بيستنوه، مثلا المفروض كلهم يتجمعوا مع بعض. كل واحد بيتجمع بياكل اصلا لوحده وبيبقى على الموبايل بتاعه، مش بيبقى كل واحد اصلا يعني حتى مش بيتجمع، لا حتى لو بيتجمعوا على يعني ياكلوا مع بعض لا بيبقى كل واحد ماسك في الموبايل. بالظبط، عشان كده قلنا ان احنا لازم نوفر وقت الاسره تتجمع فيه وتقعد تتكلم مع بعض. كمان ممكن الاب والام يوفروا وقت لمهارات الاطفال، ده كمان بيأثر في نفسيه الاطفال جدا. لما نوفر لهم وقت نعرف مهاراتهم ايه، نوديهم النوادي المتاحه لمهاراتهم، نشجعهم على لعبه للاذكياء، ده بيوفر لهم كتير. ايوه كمان جدا لما تكون عارف موهبه ابنك او بتنميها او شاطر في حاجه، دي حاجه بتقوي شخصيته بتخليه واثق في نفسه. ثقتك فيه هي بتخليه بتولد عنده ثقه كبيره جدا في نفسه. فبتمنى بجد ان احنا نشوف في كل المجتمعات ان الاباء هي اللي بجد اللي بتدي الثقه لعيالها. تمام، شايفه كمان ان هما ممكن يزرعوا مبادئ لاولادهم، لان الاولاد بيشوفوا الاب والام قدوه ليهم، فلازم نديهم ده. ولا شايفه ايه يا روان؟ ايوه موافقاكي ان هو لازم اصلا اي طفل بيبقى اخد مامته وباباه قدوه ليه او اخوه كبير، يعني لازم الام والاب يحافظوا على المبادئ، وان هما حتى لو متخانقين ما يبينوش دوت قدام الاطفال، لان دوت هو بيسبب اثار سلبيه جدا على نفسيه الاطفال. تمام، وده اللي بيخليهم ان هم 3/4 الاطفال دلوقتي بقت اطفال شوارع وبيسموا بالاطفال المشرده، فده بيبقى عاقب على الاب والام، فلازم ناخد بالنا من ده كويس جدا.
لازم الام والاب يشجعوا اولادهم ويدوهم الثقه في نفسهم، لان بيطلع الطفل انسان ناجح ويعني بيدعمهم بعد كده، يعني بيشكرهم وبيقول ان هم الفضل كان ليهم. ولازم كمان يعني بيطلع بني ادم شخص ناجح وطموح وعنده ثقة بالنفس كمان، لان ده بيأثر في شخصيته بعدين جدا. انا موافقاكي على كل الكلام ده جدا. يا جماعة بجد كمان التفرقة ما بين الاولاد بتكون ليها عامل كبير جدا في نفسيتهم. يعني مثلا اخوه كبير او اخوه صغير، لا شايف هو بيعمل كذا مثلا، ممكن يولده احباط او ان هو يكرهه. انتوا شايفين ايه في الموضوع ده؟ لازم يكون في ما بينهم اللي هو يبقى كله مساواة، واحد كله مثلا انت جبت دوت حاجة، لا تجيب لنفسه دوت حاجة، حتى لو مثلا الكبير اغلى، بس لا لازم يعني النهارده تبقى سويه المثل بمعنى الكلمه، عشان ما يحسش التاني ان هو بيفضل ويكره اخوه او يحصل حقد او كره ما بين الاخوات. ما الاخوات دلوقتي بيبقوا اعداء بسبب الاسره، اللي هو زي شوف ابن خالتك جاب كام، شوف مش عارفه ايه. مش المقارنه في اي حاجه، لازم انا هي واثقه في ابنها او بنتها، ديت بتزرع فيها حته حلوه جدا وثقه في النفس جميله جدا لما ما بتقارنش بحد. ايوه بالظبط. وفي كمان ان في زي ما هي بتقوله ابن خالتك او مش عارفه ايه، في فرق جدا ما بين مهارات كل واحد وذكاء كل واحد. ما ينفعش ان احنا نعمم مثلا لا شوف ده كذا، لا ما ينفعش خالص. او حتى الضرب مثلا، اللي لما حد يجي مثلا يعاقب اولاده ان هو يعاقبهم بالضرب، ممكن يعاقبهم باي حاجه صح غير ان هو يضربهم مثلا، لان الضرب على الوش بيبقى اثره وحش جدا على نفسيته، بيقلل من شخصيته جدا. اولا الضرب مش بيجيب نتيجه، الضرب ممكن اضرب هو هيوجع الجسم بس مش اللي في الدماغ. في الدماغ هو هيعمل دوت، يعني هيعمل دوت، مفيش حد يقدر يمنعه. وبالعكس ده هيأثر على نفسيته جدا، هيخلي نفسيته وحشه جدا، وهيكره كمان. يعني الضرب ده هيكره هيكره الام والاب. ايوه بالظبط، هيبقى مش فاكر او عنده جزء اللي هو دلوقتي انا فاكر كل حاجه وحشه اتعملت، اللي هو انا فاكر لما اتضربت اتحرقت كل ده انا فاكره. مثلا برضو ان هو ده ممكن كمان صح يخليه شخص عنده توهم. طيب هنكمل كلامنا بعد الفاصل. ورجعنا ليكم بعد الفاصل ونكمل موضوعنا عن التفكك الاسري. حابه اتكلم حابه عن الاثار على الابناء، اثار التفكك الاسري على الابناء. يلجأ الأطفال لكل عمل غير مشروع، ويغير لديهم المبادئ عن الحياة والمفاهيم، ويصبح كل ممنوع مرغوب. يعني هو مثلا بابا أو مامته منعينه عن حاجة، فهو بعد التفكك الأسري فهو هيعمل كل حاجة كان ممنوع منها، عشان حتى ممكن يعاند الأسر، حتى لو هو مش عايز يعمل كده بس هو هيعاندهم عشان شايف إن أحوال البيت وكده إن هو تحت ضغط أو تحت تهديد مثلا أو نفسيته متدمرة أو كده، فهو بقى يعمل أي حاجة كان ممنوع منها. بالظبط، ده لما قلنا إن الضرب بيأثر على نفسيته، ده بيبقى ناتج من نواتج الضرب. أيوة، وكمان هو بيشعر الطفل دوت بيشعر بعدم الأمن والأمان أو الاستقرار داخل الأسرة، لأنه هو شايف كل يوم زعيق مثلا ما بين الزوج والزوجة، أو كل يوم مثلا بيضربها أو بيمد إيده عليها، فكل دوت بيأثر على الأطفال، فدوت أصلا ممنوع. وإن ظاهرة أولاد الشوارع كترت جدا الأيام ديت، وبقت اصلا الاطفال هم الضحايا، ما هم ما لهمش اي ذنب ان هم مثلا اتولدوا في الاسره ديت، او ان هم مثلا الزوج ما غصبين عليه ان هو يتجوز الزوجه، فالدنيا بتبقى بايظه خالص. ايوه كمان ان هو لازم كل واحد يفكر ان يتجوز يعرف كل هو مسؤول من ايه الحقوق والواجبات اللي عليه، مش اللي هو مثلا عايز اتجوز وخلاص، لا انا هكون مسؤول من اولاد. انا مش عيب ان انا مثلا اروح اخد زي ما انت قلتي اعرف اكتر ازاي اربي عيالي، ازاي اتعامل معاهم، مش غلط اني اروح اتعلم، مش غلط اني اوعي الناس اللي حواليا واوصل لهم. بس كل ده يعني تابع للي هو مثلا ياخد واحدة هو بيحبها او شايفها الام لاولاده، فهو كل دوت بيبقى اصلا ضحايا من الاهل، اصلا اهل الزوج والزوجة بيبقوا هما اللي غصبينهم على مثلا الجواز ديت، فهو بيبقى مش قادر يكمل معاها فبيتبع للطلاق بقى او التفكك، او اللي هو بيبقوا عايشين مع بعض شبه الحاضر غايب، موجود مش موجود، قاعد في البيت مش قاعد، بياكل في البيت ممكن ياكل ما ياكلش، فدوت كل دوت بيبقى تابع للاسره اللي قبلها. ايوه بالظبط، خلينا نقول يعني لازم يكون الاول اختيارنا صح. أيوة، ويكون كمان لينا نسبه عدد انجاب، ما نجيبش كتير وما نقدرش نصرف عليهم ونقول ان المشكله عندهم مش عندنا احنا، فلازم ناخد بالنا من الحته دي كويس جدا.
كمان لازم يكون في يعني مسؤوليه، يعني يكون عارف هو هيعمل ايه بعد الزواج، يعني هيهتم باطفاله، هيبقى عارف واجباته ناحيتهم، برضو مش هيأثر من ناحيه زوجته، ويعني هيتعامل معاهم بكل حب وكل اهتمام، ومش هيأثر ولا في شغله ولا في بيته. لان دايما في ناس الشغل دايما بيخليهم يعني يأثر، يعني اهم حاجه شغلهم، لو انا اهم حاجه عندي شغلي، اخر حاجه البيت، انا ممكن اروح بس انام زي اللي هو فندق، انا رايح بس انام، مش عندي عيال. على فكره ممكن كمان هو مثلا لو ساعد زوجته في مثلا في شغل البيت او ايا كان، هو مش عيب او مش هيقلل من رجولته، ده بالعكس ده هيزود من رجولته، اللي هو مثلا ساعدها او خلى عندها يعني حافظ عليها، او حتى مثلا في شغلها ولو وقف جنبها في شغلها وساعدها ان هي توصل اللي هي عايزاه، فبجد ان هو يقدر يخليها تثق في نفسها اكتر، فده بيزود العلاقه ما بينهم هما الاثنين. لو هي مثلا تعبانه او حاجه، مش عيب انه يودي مثلا الاولاد المدرسه، مش عيب ان هو يعمل لهم الغدا، او مش عيب مثلا ان هو مثلا يعني يقعد معاهم، مش عيب هو ان هو كمان ممكن يلعب معاهم مع الاطفال او يجيب لهم حاجه هو هما بيحبوها. ولازم حتى لما يجي من البيت مش يقولوا ايه بابا جه، لا ده يبقوا فرحانين ويجروا عليه ويبوسوه ويحضنوه، يحسوا بالامن والامان معاه. بالظبط، عشان كده كنا بنقول ان دور في دور للاعلام ان هم يوعوهم، وكمان في الكتب المتاحه والدورات المجانيه. بس للاسف حلقتنا انتهت النهارده. بجد بتمنى نكون قدرنا نوصل لكم قد ايه ان القضيه دي مهمه، وان هي بتبدا من كل بيت، كل صور الفساد بتبدا من البيت، ان هو في اغلب المجتمعات ان احنا لازم نوعي ونسلط الضوء على الاسره، وان احنا نوعيهم ان احنا نجسد الصور السلبيه اللي بتقوم على البيت والصور الايجابيه، عشان نقدر نوصل قد ايه بجد الموضوع ده مهم. وبجد شكرا ليكم، وانتهت حلقتنا.